كثير بينزعجوا اذا حدا انفل من اصحابه، كثير عندهم عاده الانفصال كثير موجوده، بس بنشوف انه اكيد مع الوقت الحاجه تبعهم بتختلف، يعني مثلا اول ما يبلشوا يمكن يكبروا اكثر بعد المراهقه ويبلشوا يعملوا عائله، بلش يصير عندهم شويه عوارض جسديه، بصير بده ينبشوا بركي عندهم جينيتيك ما امراض، بركي عندهم شو الاصول تبعهم، شو الجذور، بتساعدهم اكيد يحققوا ذاتهم اكثر، يعرفوا شو القارب الجينيالوجيك تبعهم، الشجره العائله تبعهم، فهول كلهم اكيد بيساعدوهم يحققوا ذاتهم، يعرفوا من وين اجوا، اكيد كله ما عندنا وقادرين يرتبطوا اكثر مع العائله بتكون حضانتهم باول شيء. يعني لازم الواحد بالنهايه يشكر ربه انه في عائله منيحه، يمكن قاعد ببيت منيح وعم يتربى احسن تربيه، غيره يمكن ما عنده هي اليوم، وبتامل ان يكونوا كل المش...